السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في السلسلة هاي. الحين المشكلة اللي عندي سويت حريقة هني بالشغالة الحديقة على فكرة. زين، ما ادري ليش انتم زعلانين من المدينة ومن الباركنات واشياء. ما في وايد باركنات، في باركنات عادية عند مولات، وفي ناس تستعمل باركنات اللي هني. يمكن باركنات وحدة اللي انا شفت ما في وايد ناس تستعملها وانتم زعلانين منها، اللي هي هاي اظن وياكم حق، ممكن نسوي لها تعديل جذري هني بس مش الحين. وفي ناس هذا كامل المكان يباله تعديل اساسا، وايد ناس معترضة على المكان هذا وحديقة الحيوانات، في حد كتب تسليك من قبل. يا جماعة تراها مش تسليك، انا اشوفها جميلة يعني مرتبة، ترى اشوفها مضغوطة بشكل حلو. تروحون العالم ترى في حدائق حيوانات في نص جميرة، في نص اماكن، مش بالضرورة تكون حديقة الحيوانات الوحيدة لكنها موجودة. انزين، الشيء الثاني الحين ابغى اسوي مطار. المطار هذا راح يخدم مجموعة اشياء. كان عندي زحمة هني شوي، سويت اشياء، وصلت شوارع من هني، لفلت الخريطة فاقدر افتح الخريطة من هني. اول شيء راح اسويه يوم بفتح الخريطة اشوف في زحمة في المكان، المكان ترى مزحوم. زين، وبنحطي جسر جديد. اوكي، بحطي لكم جسر جديد، هذا راح يودينا للداون تاون. هذا واحد من مخففات الزحمه، وراح يكون واحد من الامتدادات اللي ان شاء الله بتكون موجوده في المكان هذا. صبر، هذا المكان راح يسوي لنا ازمه شبه عالميه. المشكله اذا كسرت هذا ممكن اواجه مشاكل ثانيه. انزين، شوف، انزين بكسر شوي من اليمين وبنميل الشارع اللي فوق ما عليه. في ناس زعلانة من شوية أشياء. زين يا جماعة الخير، ترى وضع اللي فيه أنا بخبركم، بس خلوني أعدل الشوارع. هاي بتكون ضمن الخريطة، عقب يوم نفتح الخريطة زيادة راح أسوي لها تعديل بسيط. حاليا بس أساس الموضوع يتم ماشي، الخريطة تتم ماشي ونحن نتكلم بالطريقة هاي وهاي بالطريقة هاي. انزين، الحين عندنا مجموعة أشياء هني. أول شيء عندنا القطار، اختار يمكن حتى بس بنزله تحت الأرض، حتى ما بسوي جسر، بنزل شوي تحت الأرض وبمد منه الشارع. زين، ما بتزعلون من التصاميم وهاي الأمور، ممكن تهدون أعصابكم علي شوية أخواني، يا أخواني أباكم تهدون أعصابكم علي. إحنا السلسلة هاي ردينا لها حكم. انزين، بس أبا سويها، خلينا نفكر في الموضوع. اذا هذا ارفع شوي ما بيضبط صح، ان التوتر مستوي من منو، من القطار نفسه، سكه القطار. زين، اذا اسويها جسر، كان عندي طول الجسر قبل والحين ما عندي طول الجسر حاليا، بضطر اني اخلي شيء. في ناس بتعصب علي، اوه كيف خليته يا جماعه الخير، هدوا اعصابكم، هدوا اللعب. هالشارع راح يتغير، هذا الشارع راح يستوي محاولة تقليل الزحمة. زين، شارعين رايحات. زين، بالطريقة هاي. زين، شارع أساسي، وخلنا نسوي ستوب للعبة لأن راح أكسر شوي أشياء. وهذا الشارع بزعل شوي بيوت بس ما عليه، راح يستوي شارع أساسي. شوفوا هالشارعين اللي كان رايح، وبنيف شارعين الطريقة هذه. الحين الهدف انه شوي نرتب الامور. انزين، وبنحطي لنا في الجزء من الاهداف، خلنا نشيل هذا من هنا من درب لحظة. انزين، وبنيب الشارع هذا هني والشارع هذا هني، هذا راح يكون مدخل ولا دوار رئيسي دخلنا بس نبات 3 واي هاي لين، هاي واي، عفوا 3 لين هاي واي. انزين، بكبره شوي لان هذا بيكون دوار اللي داش على المدينة، وهذا ممكن نكسره بروحه واموره طيبة، ونطلع منه شارعين بالطريقة هاي. الحين هذا انا اقدر احوله الى شارع اساسي يدخل على المدينة. ليش؟ لان الحين مثلا، صبر خلي اكمل الشارع هذا. فرضا انا هني عندي شارعين، وخلنا اغير هذا هني بعد 3 way هاي واي، 3 lane هاي واي. ابعدل شوي شوي ترتيبات بنسوي حق الارضيه. هذا الشيء راح يخلق لنا بيئه يعني للناس اللي ساكنه هنا، انها او
معبر أساسي، خل نكون أوضح، بطريقة جميلة. يعني إذا يبنى هذا الشارع هني، معناه نقدر نجيب الهاي واي الكبير من وين؟ من هني بدون أي مشاكل. طبعا الهاي واي بالنيبة مثل ما قلت لكم هذا شارع أساسي، يعني هذا الحين شارع جانبي. هني بتكون في، خبرتكم أنا، منطقة بتكبر هني، بنحطي شوي أمور حق السكان، وهني بينتقل صناعة الحصى شوية هني في وسط محطة القطار، وهني راح يكون عندنا مدخل المدينة، وهني يمكن نحط لنا نوع من أنواع الخدمات. زين، خلينا نحول للشارع اللي هو سيدة، بليز. يعني اللعبة كانت فيها أوتو سيف. زين، التارجت الثاني. زين، خلنا اني بشارع طريقة هذه، واني بشارع، طبعا لان ترى الشوارع شوي راح يجي بالعيد، بس مش مشكلة عادي، بنعدل شوي موف التول وبتمشي اموره. يعني بنسيب الطريقة هاي شوي، نضبط اوضاع الشارع اني بهذا شوي هني. طبعا انا ابدا ولا مرة نجحت اني ارجع الدوار دوار، لو كنت حاط شيء هني ما كان بيسيب الطريق هاي، بس مو مشكلة. انزين، خلنا نحط الشارعين طريقة هذه على اساس يكون شارع خضر الامكان سيدة، وهني بتكون ناحية انحناء الدخول، وهني بتكون ناحية انحناء الخروج، وصار عندنا مدخل اضافي للمدينة فاتح من هاي واي سيدة. يعني ها سيدة يدخلون هني، وهاي السيدة يروحون سيدة، فمفروض يعطينا نوع من انواع المخارج للمدينة، ويعطينا شارع اساسي في وسط المدينة اللي نحن عايشين فيها. طبعا نوع الشير اللي بديت اختاره هو هذا الشير، نقدر نحطيه طول الطريق على طول هذا الخط، بس عشان نعدل شكل الشارع. ما عندي مشكلة حاليا مع اليوتيرن هذا، بس كثرة الدواوير، الفرنس تقول لي سوي دوار دوار دوار، ترى كثرة الدواوير مضرة كثر ما هي مفيدة. انزين، الحين صار عندنا شارع يدخل منه الناس هني، والناس بدوا يستعملونه، بس ها شوية مضايقني انا، صبر، خلنا نوقف اللعبة، نكسر هذا. إذا أطلع شارع، الطريقة هاي هو، شوفوا مو بأفضل كشكل وايد، والله نفس الشيء، ما حللنا أي شيء. يمكن التول هذا يحل الموضوع، خلنا نشوف، لأن أشياء بسيطة نفس هاي مشكلة ما بشوفها يعني. فتعرفون شو، دام الناس قاعد تستعمله بنخلي نفس ما هو. نزل الشارع، ارفع الشارع، ما في فايدة صح؟ خلاص هاي البراية خلتي، مو مشكلة، إلى أن نحتاج استعمله. اوريدي الناس بيبدون يستعملون هالشارع، لأنه شارع عام، شوفوا الشوارع العامة الناس تحب تستعملها، بس اللي محتاجين نسوينا قوانين الدوارات اللي هي مثل ما قلت لكم، إني على الشوارع ونسوي. زين، ليش هالتعب هذا كله؟ الوضع في مطار، انا كنت ناوي احط المطار مكان هني، بس الحين صار عندي هاي واي هني خارج المدينة او هني. انا اذا خلينا مطار، لا بخلي المطار هني بجانب الهاي واي، هذا مطار الركاب، بنطلع له خط سبيشل خروج ودخول، وفي تقاطع عندنا هني ممكن نستعمله ترى. فبستعمل التقاطع هذا، يعني شوي الناس بتزعل مني، الوضع المطار بيكون في شوي باركنات ترى، المعلومة فقط يعني. انزين، بنحطي المطار اللي عندنا فتح على 75,000، قلت لكم قاعد تتريا شوي لين فتح لنا المطار، وهذا الايربورت العادي. الايربورت العادي ترى يعني نقدر سلوب تو ستيب، لان في انحناء كبير في المكان، ما راح يرضى يسوي لنا هذا. فخلينا نعدل الشارع، نخلي سيدة نقطة الشارع اللي هنا، نخليها سيدة، ونخلي المطار فوق شوي. وهذا منظر طبيعي على فكرة، في وايد دول تشوفون مطارات في نص يعني زحمة، مطار في نص البحر، مطار إلى آخره. إذا حد صار البحرين، بعد مطار البحرين في يعني على الطرف، تشوفون انتم كنكم نازلين في البحر، ففي مطارات، ها شيء طبيعي بالنسبة للمطارات. بس انا اخاف الصراحة تزعلون مني، المشكلة الوحيدة تزعلون من الباركنات، تزعلون منها، فلا تزعلون يا جماعة الخير، خلكم ده صدر رحب.
ما وصلنا ترى ربع التارجت على فكرة في المشتركين، المعلومة بس يعني أقول لكم يعني حبذا يعني لو كنا وصلنا شوي تارجت. انزين المطار بيكون شوي فوق، اللي هو راح يمكن يسبب استياء شوي ناس، لكن سامحوني أنا المدينة على فكرة عيبني شكلها للحين، بس في أشياء راح أعدلها على بعض الاقتراحات اللي عجبتني. انزين أول مطار قسمين، المطار أول شيء المطار نفسه اللي هو هذا هو المطار نفسه، حلو المطار نفسه، خلينا نكبر المساحة. شوفوا المطار نفسه راح يكون الطريقة هذه. والله فكرة السد عن المدينة جميلة، ممكن أسوي هني وأحط شوي حصى، أنا أبا شوي فيها سد. انزين المطار نفسه قلنا بنحطي بهذا الاتجاه على زاوية داخلية شوي بالطريقة هاي، يعني لازم أجيب شارع ايش الطريقة هاي، اعطيه فراغين. خلينا نشوف قياس الحديقة لحظة، ابا قياس حديقة جميل، هاي حديقة طولية، اللي طولية وين صارت هذه الطولية، ابا الناس تمشي في الحديقة، ممكن اطلع منهم فلوس لكن ما احس اني بحاجة للطريقة هاي الحين. والله هذه احلى وحدة العودة اظني، هاي بعد حلوة، خلينا نشوفها صبر اشوف بعد حلوة قدام، بس قدام مطار لا اظني حلوة صراحة. خلنا نشيل هاي بس من الطريق. انزين شارع المطار، شارع المطار يا مطار بالطريقة هاي وخروج بالطريقة هاي وتدخلون مطار، هذا الخدمات اللي جنب المطار ما بسوي فيها شيء صبر. وبنيب الحدائق، حديقة حديقتين ثلاثة أربعة خمسة، ممكن نكسر الشارع ونصغره ونحظى على ممر للمطار. انزين هذا راح يكون مدخل منو المطار مالنا، المطار مالنا راح يكون داش بالطريقة هذه طبيعيا، شوفوا الوسط تقريبا بالطريقة هذه. انزين فالحين اللي نبغى نوصل المطار الماي، لأن الخريطة تو فاتحينها ولا من قبل؟ أظني من قبل بس ما كنت موصل هالمنطقة ماي، ما كنت حاسب حساب المطار أنا مكان ثاني، لكن على ما يبدو أنه مكان جميل. انزين وكهرباء، كهرباء كهرباء يا عينتي كهرباء، بنحطي كهرباء الطريقة هذه. انزين الحين المطار صار عندنا مطار في كهرباء، والمطار نفسه على مرتفع. زين الناس تي من الجانب هذا تكمل سيدي، يعني ما في تكملة للمدينة مباشرة من بعد المطار. الشيء الثاني أبا أكمل الدوار هذا، يعني أبا يكمل باتجاهين بالطريقة. خلنا نشوف، خلنا نحسب أول شيء حق وناسة حلو عشان يفتحون فنادق، فبنسوي حق هذا المكان زون. زين وزون المطار الناس حق تستانس، نازل المطار ناس مسافرة ناس تبى ترجع تبى تسوي حلو، فشو بنسوي لهم؟ بنسوي لهم مكان حق اللي هو الليجر حق الوناسة. والله ممكن نسوي سياحة بعد، من احنا الثيم سياحي ممكن نسوي حق سياحة يبنوا فنادق، او ممكن نسوي نصين سياحة وناسة. بس تعرفون شو بخلي حق وناس برا على المدينة، هون الناس تقدر تي تستانس هني، أحس فكرة حلوة، بخلي حق الإيجار إذا ما عجبني الوضع راح أغيره. انزين الشارع نفسه، الشارع نفسه راح يوصلنا الحديقة نفسها هني، بس بنسوي أبجريد حق هذا الشارع، خط رجوع للناس وخط هذا، هذا المطار بشكل أساسي. الحديقة اللي أصلا سويناها أوريدي قياسها جاهز، عارفين قياسها نحن لأن حطيناها من شوي صح، فهذه قياس الحديقة نفسها. لحظة صبر الوضع يبغى له شوية ترتيب، هذا هني هذا هني سيدي على ذاك الخط، وإني على الشارع، ونحط ممر مشرف في النص. هذا مطار يا جماعة الخير، الناس تقدر تتنقل في المطار بسهولة. الجزء الثالث الحين نشوف في أجزاء الموضوع، جنب المطار، جنب المطار بنيب شارع خطين عند الباصات، وراح نمنع دخول أي حد طبعا ما عدا الباصات شير. زين
عند المطار، مش عند المهبط، لا بنسوي بالطريقة هذه. هذه شارع الباصات، وقفة الباصات هني راح تكون. حلو. الخطوة الثالثة، المطار محتاج نوع من أنواع المترو. طبعا المطار نفسه مالنا ما في مترو، ما في وسط، لازم نحط له شو مترو. المترو اللي يمكن نحطيه حق المطار، وحدة من المتروز اللي موجودات كتصميم من هاي التصاميم شوي الحلوة العصرية. أنا هذا تصميم المطار تي بالطريقة هذه، فإذا أي على المترو، هذا المترو إن شاء الله بصراحة، مترو ستيشن، بما أنه يركب على شارع بالطريقة هاي، فالمترو ستيشن بعد راح يتحطه. بنوقف عنده باصات، خلنا نشوف بالطريقة هذه، الباص راح يوقف عند المترو وعند المطار، راح يكون في تو ستوبس، ستوبس مترو وستوبس عفوا ووقفات مطار. الحين راح نحاول نسوي ندس الحبيب، ما نبغى نحطيه هني، الحبيب نبغى نحطيه بالعكس نحن، بس الطريقة هاي، بس أظني المساحة ما تكفي. إذا المساحة ما تكفي ممكن أزيده لين هني بالطريقة هذه. أوكي، أكسر اللي في الوسط، بس لازم أزيد هناك بعد بالطريقة هذه. لا، لأن جنب المطار أظن يدخل في حدود المطار فما يرضى. أوكي أوكي أوكي، ها حل بسيط. بنسوي وقفة ثانية عيل بعيدة شوي، بناخذ الشارع. أدري في ناس بتزعل مني، هذا أنت فاعل، أنا ما مسوي شيء، ترى كل اللي قاعد أسويه يعني مجرد إني أحاول أوفر مواصلات للناس. إنزين، خلنا وفر مواصلات. إذا أنت ما بتركب ترى والله يبغى غيرك. هذا شو ترين ستيشن، صح؟ هذا ترين، ما نبغى هذا ترين، هذا بس مترو، هذا بيركب هني بس بي بالعيد. must be in the roadside. أنا ابتلشت في موضوع المترو، فخلوني أسوفر له مكان. لا، أنا أبغى نفس اللوك الصراحة، ما بغير اللوك، واللوك شوي قريب من. اوكي الحين يبين اكثر انه جزء من المطار. زين، هذا الشارع اصلا ما نحتاجه، فهذا الشارع نفسه اللي هني قلنا بنستغني عنه، بنحوله الى شارع باص بكل بساطه. زين، المترو بينزل من هني، ما عندكم مشكله، بيسوف له هني نفخ، بينزل من تحت هذا. زين، الشيء الاول نبغى وقفات باصات. وقفات باصات بنحتاج كميه، فانا اشجع سالفه انه يكون عندي موقف، ولا موقف بالاحرى، اضافي الى منو؟ للباصات نفسها. بني للباصات، اول شيء نبغى نسوي مواصلات المطار، وايد وايد مهم نسوي في مواصلات. الوقفه رقم واحد، توقف انت عند هذا المترو وترجع مره ثانيه فقط عند المترو، وقفه جديده، توقف في قلب صناعية، قلب المصانع، هني زحمة، هني زحمة، هني زحمة، هني اوكي، توقف في حضنهم وترجع هني. الوقفة الثالثة نسير عند المترو اللي هني، توقف في الاتجاه، لا ليش، لان شارع واحد صح، بياخذ الشارع الرئيسي اللي هني، فتوقف عنده هني ولا صوب الثاني من المول عادي، مستوي الزحمة بس اقدر اعيش وياها بالطريقة هذه. المترو، المترو انا دائما عندي اهم مكان اوصله فيه وين؟ المترو اللي هني. صبر، الطريقة هاي شوي بلاليط تحت صراحة، ما يعني شوي بيض، بس ما عليه سامحوني، مش ما بقعد صراحة، اقعد ساعات ارتب المترو اللي تحت، دام تحت خلي تحت. واستوى عندنا مترو من المدينة الرئيسية لهني. زين، طبعا المشروع للحين في بداية نوعا ما. اوكي، هني عند المطار بما ان ليجر نقدر نفتح دكاكين هني صغار، يعني دكاكين هني وانه مطار. انزين، الشيء الثاني الحشايش،
اللي نرفع فوق نجيب شارع عشبي. الشارع العشبي هذا راح يقسم المكان إلى أقسام كثيرة. طبعا شوفوا للحين ترى ما في باركنات، ها أقول لكم يعني هذه أقسام الوناسة. طبعا هذا مو بسيدة، مو بوناسة عيل، نبغى شيء سيدة. أنا دق دق كنترول، أيوه خليكم ضاغطين كنترول إن شاء الله أموركم تمشي. وعندنا الجزء الثاني اللي هو هني راح يكون عبارة عن خدمات المطار. أوكي ركزوا في المكان. الشارع اللي في الوسط هني عندنا ممر مشاة، واحد اثنين أوكي دكاكين. ركزوا في الموضوع هذا، راح يكون عندنا دكاكين هني وبحطي بيوت عند المطار. أحسن بتكون غلطة، حطي دكاكين زيادة هني. هني الباركنات اللي راح تخدم المطار، فخلنا نفتح باركينجز. وهالمرة بحاول استعمل انا كنت منزل المبنى تصدقون مدري وينه. زين باركينج وذ بارك، نقدر نحطي 1 2 3، ما نقدر 1 2 3 4 5 7، بس بيسوي لي ازمة عالمية تصدقون. نقدر نستعمل اشياء ثانية، هذا بيرفكت. منزل اشكال باركينجز بس حق الشغله هاي. الحين شوفوا هذه عند المطار اوكي، في الواقع هاي نقدر نحطيهم في كل منطقه، بس احس بيكون ما بينفعني صراحه. شو بسوي؟ بحطي هني وبحطي هني وبحطي من وراء الممر ترابي نفس الحدائق وخلاص. هذه مفروض تخدم منطقة المطار، حلو الباركنات هذه. الصبر انا مسحت الزونك، ايوه انا مسحت الزونك. انزين المطار فيه مشاكل وايد، فراح يحتاج مجموعة اشياء. اول شيء راح يحتاج شوية شرطة، مش وايد. انزين شرطة هني، وراح يحتاج مطافي، كلهم في منطقة الخدمات. بس ابى اخلي 4 حبات صبر، 4 حبات ابى 4 حبات، حبة ما يبي يطوف حبة. بنحطي هذا هني، والعيادة بنحطيها في الوسط تخدم المطار. الكريماتوريوم بنحطيه في الزاوية هذه. شو الفايدة؟ أنا بخبركم. الجزء الأول بنيب شبك الحديقة، حلو هاي حديقة الحيوانات، لا نبي حديقة زين. راح نسيج هذا المكان بالخلف كامل زين بالطريقة هذه اوكي. هذا خدمات، حلو. ممر، بنسوي ممر الحين، صبر بنسوي ممر، بنسوي ممر من هني. جالس احسب شوي اشياء، الشيء اللي يكرهه كثير من الناس. بس هني دام ان اخذنا ثيم الحدائق السمبل، ممكن هذا في ناس في حد صراحة. زين المطار، والله المطار في زحمة. إذا سوينا ثيم هالباركينجز ممكن نحط باركينجز، ما يحتاجون باركينجز، في باركينجز قدامهم صراحة. فالمكان يحتاج حاليا، بس بما أن منطقة مطار هليكوبتر عسك واركب بالضبط، يحتاج هليكوبتر عسكري. ونعزل الهليكوبتر هذا، انا والله ما توقعت يركب بالضبط بالطريقه هاي. حزام من الاشجار، اتمنى الناس ما تضايق. هتقولوا لي مطار بدون باركنات بعد 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 ما يستوي بعد، مرات تزعلون يا متابعين، ما عندكم ثقه والله في التصاميم، والله شو صار في الثقه ولا. نزيد، صار عندنا مكان يوفر جميع الخدمات للمطار، وفي اماكن وناسه نفس هذه ارجينج. صبر خلنا نشوف في حد جاي المطار مين. ايوه تعال خشلنا وياك، خلينا نشوف شكل المطار، خلينا نشوف شكل المطار، خلي الناس تشوف، خلي الناس تستمتع بشكل المطار. شوفوا الحدايق كانكم داشين مطار. اقدر اطلع منهم فلوس بس ما بترى، ما بطلع من فلوس صراحه، انا ما بطلع من هاي الفلوس، ما احس لي حاجه. جميل الصراحه، خلينا نسرع اللعبه شوي، خلينا نشوف شكل المطار.
يا سلام يا سلام. انزين ابي كلاب دنيا. انزين هني تشوف كمية الناس ما شاء الله. انزين هذا راح يوفرني طبعا كمية السيارات اللي استعملوا. عندي 3 مواقف مختلفة اقدر ازيدهم، ما عندي مشكلة، بس ابغى اسوي شيء ثاني. الشارع هذا خلينا نحط فيه قانون ممنوع يدخلون سيارات عادية، ممنوع يدخلون شاحنات. هذا الشارع كذلك ممنوع يدخلون سيارات عادية، ممنوع يدخلون شاحنات. هذا الشارع كذلك ممنوع يدخلون سيارات عادية، ممنوع يدخلون شاحنات. فهذا بالطريقة هاي راح يكون هو حصري حق الباصات. السيارات العادية مفروض ما تدخل إلا إذا طوارئ وشرطة ولا غيره ولا إعادة تدوير وهالسوالف، يحتاجون يدخلون بيدخلون ما عندهم شيء. أنتوا تشوفون كمية الناس اللي تمشي للمطار ولا ما تشوفون؟ أنا أول مطار يفتح في المنطقة. إنزين هذا تصميم أولي ترى، ها كله قابل للتعديل. الحين نحن محتاجين نحط المطارات ترى. المطار الصناعي مو بياخذ من دقيقتين. بسحب عليه. أوه يا الزحمة اللي هني. دام في هني زحمة خليهم يصيرون دوار ويردون بصراحة. سالفة تليفون هني هاي ما تقزر، لأنه بيسوون زحمة على بعض على الفاضي. انزين بس الشيء الأكيد اللي لازم نسويه، آخذ هاي أدق كليك شفت اس. ما بيستوي. أبا هاي ما يكملون سيدة، أبا هاي اللي ما يروحون يسار، أبا هاي اللي يكملون سيدة، وهاي اللي يكملون سيدة إذا بيغيرون قدام. خلي العالم تمشي، خلي العالم تمشي على أساس هاي. شوفوا كيف قاموا يجون بسرعة، خلاص اللي ما له حاجة هني يمشي، وما بحد يغير لين آخر شيء. شوفوا يعني شكليا الحين مطار كمدينة هو فوق، والله شكل حديقة حتى مش مطار يعني. أركيد جيمز لا بحطيه سياحة، أنا غير من الناس للسياحة. أباهم يتغيرون فنادق، أبا هني فنادق تطلع صراحة، المفروض يطلعون فنادق ما يطلعون هالسوالف. بحط هني مكاتب شركات، شركات اللي يعني تعرفون تهتم في أمور البزنس في المطار، شركات طيران غيره يحتاجون مكاتب، بس عدد بسيط منهم بس هني، ما بحط مكان ثاني. وعندنا شوفوا هذا هوتل انترناشونال، قام يفتحوا عندنا فنادق. في حد قال لي ترى شوف كل عمارة فيها باركناتها، هني ما في ولا باركن، ما في. بس يا اخي شكل باركن حلو. مطار يا اخي مطار، ما عندك باركن يا اخي ما يصير. شوف الناس توقف باص وش كبرك، ليش موقف هني مخرب على الدنيا تبن لك. زين الناس توقف، هي جلسات حقهم هني. شوفوا الناس قاعد تبركن، قاعد تستعمل هالباركن. ها المطار هذا والله من كثر الزحمة اللي هني والله ما ودي إلا إني أسويها حديقة فلوس صراحة. أوه بس ما بسويها، ما بسويها الحين. هذه موصول في المدينة الأساسية اللي هي عندنا هني الدستركت. طبعا في ناس ممكن ما تعرف ليش اسميها مدينة أساسية، بس ما عليه. هني المطار الصناعي بكل بساطة، مطار صناعي ما راح أحشم فيه وايد. شو راح أسوي؟ راح أخذ الشارع أسوي سيدة من هني، حلو. راح أخلي انحناءات في الشارع الحين. الحين أماكن قاعد ألعبها على حساب بعض أماكن. شوفوا أماكن تلعب على حساب أماكن، ما أدري إذا ملاحظين ولا لا. هذا السيستم الجديد، فصار عندي عفوا فصار عندي هني جنب مجرى، فمش الارض كلها سيده، في ناس تقول الارض كامل بس مو مشكله. انزين المنطقه الصناعيه، المنطقه الصناعيه ناخذ شارع شارعين الطريقه هذه الى منو المطار، حلو. وبنحط مطار صناعي، ولا عفوا مطار شحن بالاحرى بالطريقه شو هاي، حلو. وراح ألف الشارع بدون أي خدمات، أي خدمات ما بيكون في الشارع. زين الطريقة هذه أطلع برع السلام عليكم. زين هذا طبعا الوضع الحالي. طبعا في خطط، أحطي سيستم سولر، أحطي أشياء هني أمور، بس حاليا
حاليا ابغى يخدم المنطقة صناعيا، صار عندنا ممر طويل والشارع هذا ما فيه الزحمة توقع، واصلا هذا بيخفف الزحمة فعليا، بس بنحتاج اكثر من كارغو ايربورت. ليش؟ لان عندنا ناس هني تحتاج بعد اشياء ثانية زيادة. انزين خلنا نحطي شارع بالطريقة هاي، يعني ممكن اكثر المخارج بس مش المداخل، ما ادري اذا انتم تنتبهين وياي ولا لا، انتبهوا معي لان هني شيء مهم، لان هذا من يبدا يشتغل ترى المطارات يسوون زحمه شوي، عرفتوا المطارات الكارغو هالاماكن، شوفوا الزحمه اللي هني قاعد تستوي، شوفوا هني بعد شوي في نوعا ما في وايد زحمه هني، بس زين بس قاعد يخدم الصناعيه بشكل كبير، يعني يبون اشياءهم من برا. بس انا قلت قاعد يستوي عندي في الماب في هاي اليوم، انزلهن في الموب التول. استغفر، ما اقدر اسوي كليك حق بعض الاطراف، وبعض الاطراف اذا جيت اسحبها يتحول الى شيء غلط، مثلا هذا حول بالطريقه هاي، هو فعليا ما كان بالطريقه هاي اول ما سويته، بس بحصل له حل هذا الدبلوماسي عقب، بقعد اجرب عليهم لين احل المشكله هذه. لكن حاليا شوفوا المطار بدا بشو بالشغل، دام المطار بدا يشتغل نحن مشاكل فعليه ما يكون عندنا، تبون الصراحه اهم شيء هذا المطار في فنادق. الله الله صار، شوف 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 والله باركنات هني كميتها طيبه، يمكن الباركنات هاي تم قلتها اكثر من هاي، بس هاي شوف من نص الشارع دش، بس باركنات حلوه، يس الناس يستعملونها، وما المفروض ما يكون الزحمه اللي ها. بس في مخرج اخير ابغى اسويه من المطار اللي هو عن طريق نوعا ما الدوار هذا. ليش هالدوار؟ راح يكون فيه معبر اساسي للمدينة، وما راح استعمل، راح استعمل شوي شيء مختلف، بس حاليا حاليا راح احط شارع اربع شوارع، عندي فكرة انا للمكان هذا، اذا ما بقدر اغيره. انزين المطار نفسه، المطار نفسه، المطار نفسه يا اصدقائي، اللي ناوي يطلع من المطار يقدر يجي من هذا الطريق، شوفوا اوكي يقدر يجي من طريق شو ثاني، الطريقة هذه بهاي الطريقة يقدر ينزل المطار. الجسر معوق شوي بس يؤدي الهدف، يؤدي الهدف، بس لو نزل شوي بيكون احلى وايد. كان اي كليك بليز ممكن، و لازم نشوفه من اليم، اي كليك حسيت هسه نلعب شو اسمه مال حدايق، والناس بتبدا تستعمل هالشارع، هالشارع عرضي في نص المطار. هو من الافضل هذا حتى لو اي اسوي له ابجريد هذا النوع من الشارع بعد بيكون افضل، اشكالهم احلى وارتب حق منو حق جسور واقوى. يا الله يا جماعة، اوه اوكي نوعا ما نوعا من الرضا، بعدني مش راضي عن وايد اشياء في المدينة، بس ابغى اسوي مخصصات حق بعض الاشياء لانه صعب جدا تعمل وياها. انزين حتى هذا مش سيدة بعد العقب مالي الحين صار. شوفوا عندنا دوارين اساسيين في المنطقة نقدر نشبك فيهم المنطقة الجديدة، ونقدر نطلع منهم جسر اساسي هني يمدنا بمنو نفس هذا الجسر مثلا، يمدنا بالصناعية، والصناعية يكون في شارع ضخم يمد ما بين جسرين ويطلعون الهاي واي، يعني بغير ما نقص الهاي واي قص. فبالتالي الحين الزحمة مفروض تروح ما بين شارعين، يعني ادري هني بعدها بيتم زحمة لان هني ما في شارع رسمي 100%، بس كمية الشاحنات اللي تطلع من هني يعني تخدم صراحة، لان في دواوير هني. بس الشيء اللي لازم اسويه هني ادك هذا كنترول شيفت كليك، اخلي شارع رئيسي واسوي نفس الشيء على الدوار، انه بيخرب اولوية الدوار على اساس اللي بيدخلون الشارع ما يسوون حشرة. شو
ما شاء الله الفنادق فندق 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 فندق، ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم، والله مكان جيد نسبيا كمطار، مو بأحلى مطار في العالم ولا أحلى مطار سويناه، بس في ممشى للناس، في باركنات، في أماكن مخصصة للباصات، شوفوا ما يدخلها إلا الباصات، يعني في أشياء حلوة. بس لو بحط شيء، لأن هذا ما مقتنع فيه أنا. لحظة صبر، خلونا شلنا الحين. هذا مكان جدار، نعم، ما بالناس تدخل هني القطار، نبين شوي نفصله، يعني ك يكون في خط فصل بينه وبين الناس. الطريقة هاي جيدة جدا، الطريقة هاي يعني فصلنا شوي منو الناس عن هذا، مش فصل. الطريقة الثانية أحلى، صبر، الطريقة هاي يعني وشوي مو بالتول. شغل مطار صراحة هني، نعم مطار صناعية تسريك، بس بنرجع له في مرحلة من المراحل بنرجع له، بس هذا المطار قابل انه يتعدل اكثر، بس حاليا ما اشوف كيف انه يعدل اكثر صراحة. تبون الصدق يعني اشوف انه حق الحين جيد، ممكن في المستقبل يستوي مخططات مختلفة وهذا شيء ثاني، بس الحين زين دام المطار شغال ويجيب مئات الناس هذا شيء حلو. بس اللي ينقصنا enough goods to sell، هذا المشكلة ممكن تنحل إذا بدوا يستعملون شاحنات هذا الدوار حق شو؟ حق إن يجيبهم أغراض للمكان هذا، والعكس صحيح، لأن في وايد شوارع الحين. وهوبفلي هوبفلي على أمل. المهم نشوفكم في حلقات قادمة على خير، انتو في حلقة المطار من سيتي سكاي لاين، وهذا شكل المطار وفيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.